وجودنا مع الفرق الطبية والإنسانية بخلي معنى تاني للشغل اللي نحن بنشتغله. مدير التواصل الميداني والإعلام بمنظمة أطباء بلا حدود بيكون مسؤول عن وضع وتنفيذ استراتيجية التواصل اللي بتساعد منظمة أطباء بلا حدود تنفذ برامجها ببلد معين. بآخر بعثة كنت فيها بجمهورية الكونغو الديمقراطية كان لازم أتابع يومياً تطورات تفشي الوباء الإيبولا لأصدر تقارير إعلامية، فكان من الضروري أنه نساعد الفرق الميدانية على خلق رسائل وأدوات تواصل بتساهم بنشر معلومات صحيحة وتصحيح مفاهيم خاطئة حول تفشي وباء الإيبولا. نحن على تماس مباشر مع الفئات الأكثر ضعفاً والأكثر حاجة، منسمع كتير من قصصهم، منعيش معهم لحظات أمرار قاسية وأمرار حلوة، منوثق هيدي اللحظات، منهدف إنه نرفع لهم صوتهم ونخلق لهم صوت عموماً أو نسلط الضوء على قضاياهم، بس هيدا بنفس الوقت بيكون عم بيأثر علينا نحن شخصياً كأفراد كإنسان. أكثر شيء بحبه بشغلي إنه ما في ملل، ما في روتين، كل يوم تجربة جديدة، كل يوم نافذة جديدة على الحياة منشوفها من وجهة نظر جديدة، لأنه منقابل ناس كتير، منسمع قصص كتيرة، من بلد لبلد نظرتنا للكون بتتغير. بحب كمان إنه أنا عم بشتغل شيء بحبه وهو مجال عملي ومجال اللي أنا مختصة فيه وبعرفه، بس بإطار إنساني، وهذا الشيء طبعاً بخلي كل شيء بعمله له معنى مختلف تماماً.